شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل مش نجيب فطير العزوز تيشتاتر قلت كتعب نجيب لك فطيرة وكدوب لعبدي تخبي على أخوك هاي كل شيء بالبركة شو كل شيء بالبركة على فطيرة ليه على العجل اللي جاي في ثنية يودي شميك أنا عجل ولا ثنية شوف أسبوعي راك أنت وذكاء ما تتفهموش راه يودي أنت زاد أتكلم دغري كي لازم بالألغاز تعمل حكا وشانا نفهموا بعضنا بالعربية جاي بيبي في ثنية بيبي وانت رفيق بيمي من الزي تي نقصد جايك صغيرة اي ما اقول من الاول هكا احنا اعتقد توصل ما نجموش نجيبوه توا استوديو ضيق صرنا ننقلوا نتوسعوا وقت عاد نخموا في العجل ما خاطر قلت لي عزة جاية الفطاير قلت بالك تتوحم كان عزة كل ما تشتي تتوحم راه عندي ثلاثة رصاصة صغار باهي يا خويا جيب لي فطيرة فطيرة واحدة يس كفيه البرك عم نحبها كبيرة وبالعظمة نحبها مروبة العظمة؟ لا الفطيرة شوف اسبوع عشوية جيب لي معاها جريدة بالعربي نحب فيها قضايا ومشاكل اسمع زي فوشيك انا قلت لك فطيرة كادو تولت فيها عظمة وجريدة كمل لعب كاس رايب لا لا تانا انا الرايب ما نهضموش انا شوف اسبوع الجريدة يا خويا تنغلسك فيها اما رد بالك تحط لي الجريدة والفطيرة في ساشي مع بعضهم باهي سيدي زيد زيد شر زيد صباح الخير طوطوس صباح الخير فوشي مريم توما واو محلي مريولك طوطو يقتل تدور درخة نشوف محلي محلي هبل شقاولك فوشي عجبك بطومة هذا يخططوني حزم من الفريق اي ياسر سفن هاي تشاقت بطومة سنسان هاني فارس نشوف بعضنا تخش معايا للشارع سافابا تحب يقولوا صغيرة الشارع في المكتب ايوه حيدة ولا فطوبة يا اخويا تبارك الله عليها يا اسبوعي ما خف يديها ما خف ما خف يا فوشيك خلنا نمشي برا اخويا الحوت عليك صباح الخير يا امي صباح الخير محلية ولدك يا صباح زاهي يعيشك يا امي يعيشك وانت لاباس رقدت مليحة الحمد لله زينوبة ما زلت ما فاقتش لا لا فاقت فاقت امي هكا تقيم في امان سليمان امي عايش ولدي ماني ميلتك مدخل يا امي عايش كمان ما تقوليش بس تجبد لي على اسبوعي وخيك صغير سامح المرة هذه على خاطر يا امي تعرفش كلمة تسامحني ولا تضحكني تقتلني بالضحك على خاطر عندي 30 سنة وانا نسامح فيه
والله لي أتحدى البارح وحلف لي اللي هذه آخر مرة ما عادش عاود صنع. جستما وعنده 30 سنة وهو يحلف لي اللي ما عادش عاود صنعته. أمان سليمان ما تاخذش بخاطر أمك. يا أمي إيش عملت بربي إيش عملت؟ والله أصبحت عامل جو الصباح. يا أمي حط روحك في بقتي، حط روحك في بقتي. أي نحكي لك إيش عمل؟ هو ما حكاليش بالتفصيل الحق. تري بيان، هو أنا تو نحكي لك. عطيته النسخة الدرس بتاع الطلبة باش يعمل لي عليه فوتوكوبي. باهي؟ في الثنية قلق قلبه وجعه ولا شنو؟ يتعدى لعمك الأزهر ويضرب لها شحن كفتاجي. يا عاد هذه إيش فيها؟ وليدي جاي عم سيكل، أنت تعرف قدام الماكلة ما يراش شيء. تستنى يا أمي، هاي جاتك بقية الحكاية. اغتصي مع الكفتاجي هو نسى روحه، يعمل هكا ويبقع لك النسخة كلها. تيقول له الأخرى يرجع عند لندا تعطيه نسخة نظيفة، لا، مشى عمل لي فوتوكوبي على النسخة المبقعة هذيك. أنا ما جاش لبالي. جيت نفرق فيهم على الطلبة نلقاهم بقايع بقايع بحال هكا ما فيهم ما يتقرا. رصات لي حاشم باش نموت مع الطلبة نتاعي. نعرف يا بابا نعرف والله نعرف. اش تعرف يا امي اش تعرف؟ هذه ما هي الا قطره من الدمار الازرق اللي نعيش فيه كل يوم مع سي ولدك. يا هديك يا عيش. لا لا يا امي لا 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 عيشك لا. انت الكبير وانت الرزيل، انت ابو العائله، انت دلول امك الاولاني يا بابا. فوشيكا هاي عارفين. ها سمعوني. يعطيك الصحه يا اخوي. هوني جريدة اللي وصلتك عليها. جريدة. هاي هاي جريدة. أنا هيك أسبوع جريدة مبقعة بالزيت. والله عندي حق أخوك قبلك صادك البارح. ما أنسي بوجيك هذاك فوايا جايب لك الفطيرة بلاش توا تطلع لي بيهم هيا. يا زينة هذا ما قلت لي كادو. لا الفطيرة كادو جريدة مانيش مطلوب فيك. يا أسبوعي يا قال لك باش يجيبوا زقلو من البرازيل يراني ليكيب ناسيونال. لا عاد فضلك وريني وريني. سبعون الاخبار زار بوزن دافري. بوزن دافري يا حليوب هو برا 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 وانا نقول شبي العباد صفحه مزايا وتضحك تعرف وجهك قبل كي نمشي ولا نصبح فيهم من وراي يضحكوا عم يجاوبوا. يا سبوعي العباد يضحكوا على خاطر فاطمه صباح تبعتك محايد بوزن دافري فريش كيف فرفت. بس زي ما قواها يعجبكش برا 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 صار هذاك علاش قبل ما حبش تخرج معايا يعجبكش وانت شبيك شبيك ما قلتليش يسبوع الفيتس من الحديث. أنا جيت عزوزتي تسيب يسبوعي. هم طايرة مازالوا سخان عزوزتي. يا زنوبي بعد الساعة وانت مهلق مع سي صاحبك. ندخل مامي برا الساعة وصل فطاير نانا والجماعة. وما تنسيش باش تقول نانا لأنا ميش المرشي ومانيش باتيا. حاضر. هز فطاير نانا قبل ماني نعرفك كي تدخل لداركم تنسى روحك. صباح الخير خالد جنات. صباح الخير. فطيرة بعثتها لك يا عزوزتي. يا يعطيها ويعطيك الصحة كالسبة. والله يا ماما ما هي اللايبات ولا تشتي برشا. تشتي برشا. ما هي توحم. يا سعاد عزة تتوحف تقول لي تحبلة يعني هذا خبر يتخبى. مشيت للمرشي عزة. واه حبلة وخليتها تمشي للمرشي خيبرت ولا شبيه؟ لا لا الطبيب نتاعها قال لها بهيرك المشي. وزدت مشيت للطبيب زيدة. اي وقال لها يضر لي بنية وعزة قال باش تسميها جنات. جنات سيدي يا ربي عيش بنتي وبغيتي عيشها. عايش عايش هاني تسقم انت هاني تسقم اشبع ليك خد الجنة ندخل قبل ما تبرد فطيرتي. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير. أمي أنا جبت لكم الفطاير. يا ميمتي على وليدي ما حن وما كبر قلبي. بس شوية بس شوية حل عينيك كمل بقالي في ستي زادة. سيس بابا سيس برا حطهم في صحين وجيب. حق أم يامي اليوم ماما مش طيب لنا الفطور. لا عرفيك بيتها تحلق. اللي مشد أم يامي قالت باش تعملنا مدفونة وكسكسي بالعصبين زيدا. شنو شنو بالعنا عليكم يامي اليوم أول نهار في شهر أفريل عملنا لك بوسون دافريل.
يا عتيق انت كل عام تحصلني. عايشه يا طيبه. يا عايشه. اما المره هذه امي الكذبه خطفت. تصور زينب داخله الكوجينه وتعمل فيه مدفونه وكسي بالعصبان. اش يضحك فيك؟ اشو معناها؟ شبيك زينب؟ تشبيك تغششت؟ بسون دافرين خذيت في خاطرك؟ هي لو كان جات الكذبه نهار في العام راي الدنيا في خير. اش قالت زينوبه؟ انا نقول حقهم يعملوا نهارين، نهار للزرارق ونهار للتقطيع والتريش. حق بابا سمعنا بيك زدت في حق الفيزيتا. ايه هكا تتبع في اخباري في البيرو زعما لشكون طلعت؟ ايه عاد قلت لو كان تزيدني شويه في المصروف. شنو نزيدك في المصروف؟ يا حلوفه فاسون دافرين مش هكا؟ تي ليه بابا بالمجد في العامين هذوما ما زدنيش في المصروف والدنيا غلي، الترونسبور غلي واللبسه غليت والبيتزا غلي والكرواسون زيدا. اي وزيد قول شنو هو اخر اللي غلي؟ ها والدخان غلي ولا لا؟ شنو هو هذه فاسون دافرين بالمجد؟ تفجعت ولا هيا؟ اش قلت توا بابا؟ اسال عمك كي طلب الزياده اش قلت له؟ ما غير ما نسهلو ظاهرة تعيط يا بابا يا أمي. لا تعيط دويو. أي عزوزتي صباح الخير دلاندا. صباح الخير. هاني ماشية، قلت النانا اللي أنا ماشية للمرشي وما نبتاش ما؟ إيه قلت لها هي. بيه سبعون عندك شي حاجة أخرى توصي عليها من المرشي خلف القطانية والحلقو؟ كنت عديت الفريب شوف جابوا شي مايوات تاع بحر. يا تقول أنت جابوا كوليكسيون صيف 2007 من توا؟ عليه يالا حقرتو أنت الفريب برا إمشي تتشوف بعينيك ناس بالكساوي وتفرد في الفريب. واه عزة شبيك تغششت؟ أنا بيدي اشترى حوايجي من الفريب أما عسبوعي مخو في البحر من أبريل. الاخر عنده حاجه يخمم فيها من هوني للسيف. اياني مشيت. شيرين ماشي وما تبوسنيش؟ عايش وما تبوسنيش. تقول كوب الفرنسيس. لا كوب الانجليز خاطر انا نرقد على اليسار. بالحق ترقد على اليسار؟ شنو ردت عليها؟ بواسون دافرين. اي ماستا هذه بواسون دافرين. دادو القش عندك مقص وسكوتش. عندي علاش تعمل بيه؟ وشيك وشيك وينك؟ صباح الخير. صباح الخير. اسمع نقول لك فما كرتونه من الكراتين نخليهم عندك في الاستوديو فيها سيديات فيرج حلها وجيب لي بوبينه ب50 سيدي جبت افلام جدد يلزمني نجرافيهم ونرجعهم اليوم. عارفي تحبش نجيب لك الكرتونه بكلها؟ فاش قاعد وين تحبني نحط؟ تحب تضيق لنا الحانوت؟ عارفي انت تضيق لك الحانوت وانا ترضاني راقد تقولش علي بيت في دبو هكا توا كراتني ولاو يقلقوا يزي عاد ساعه انا كنت ناوي نخبي عندك التلفز القدم. تلفز بربي عليك عارف ساعة الكوليكسيون بتاع تلفز القدم زيد اشتر في الحانوت. زعما تعرف يا فوشيكا مثلا التلفزه هذيك مولاها كيسمع حق تصليحها اعطاها على ساقيه والدي في دي هذي ركبت فيه قطعه ب50 دينار طلع مولاها شاريه ب70 دينار من مدني والدي في دي هذي. باهي عارفي خليني نمشي نجيب لك السديات وبعد كمل لي حكايه البوم التلفزه. فوشيكا وين ماشي؟ ماشي ندب وعارف البلوجي باش نجيب له سيديات فيرج اللي مستوكيهم عندي. مشبوش يا مهف يا مشبوش هي هي وصل لك الخبر وبديت حتى السوقي في السلعه قبل ما تغلى. يا مسرعه تبوني سمعت بطل السوق وسمعتهم يحكيو قال لك هاك السيديات الفيرج والريسبتورات حاسين الجو بتاعك الكل هي زادوهم ما بنعرفش ما في الديوانه ولا في التاكس مانيش مثبت اما المفيد قال لك سومهم باش يغلى على القليله 4 مرات. يزي يا راجل الجو اللي تحكي عليه ماشي وقاعد يرخص انت تذكرش بقداش كان الدي في دي والبورتابل و... يا وال... انا راني قلت لك وانت دبر راسك. يا اسبوعي تعرف كيفاش؟ احنا اش خاسرين؟ شد يا سيدي هاي 50 دينار اخذت على فوشيكا في الاستوديو قول له ياخذ بهم ستوك بتاع سيديات. هذا من كله؟ هي اما اسمع رد بالك ياخذ كامل عند الجروسيست المستانس تاخذ من عنده. سمعت؟ امشي كلمه توا ويخلي لي 10 باكوات. وراسك يا فضيله لا نجم قبل
باهي باهي دوب ما نفلت ونطلبك. هيا نخليك توا عندي كليون استنى فيا. باي. كسر هو انت فجعتني في بالي عارف استبطاني. شد وجهك هذا ما بعرف ابنك عرفك وقال لك توا 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 تمشي تشري له بيهم سيدي تفيرش. اوه باقي يشري ويستوكي عندي اسبوع يا خويا رول جروسيست في اخر الدنيا. لا 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 خليك عارف تمشي تخوهم له من عند هذايا جار اللي مخبلنا. نعم نعم من عند المغلاوي اللي حل جديد. عجب ساعة الجروسيست نتاعنا يبيع لنا في سلعة بربع الحق. لا لا يلزمني نطلع عارف يثبت معاك. فرشيكا وين ماشي؟ عارفك مزروب ربي وبتقول لك بكتا ولا مشيت؟ السلام عليكم. السلام. سامحوني بربي هوني الكابيني نتاع الدكتور سليمان الابيض. اي بابا في الطاقة الرابعة. اي المبني مقابلك اما الغالب بعد شو اسانسور؟ في الطاقة الرابعة من غير اسانسور. هو راهو كان في الطاقة الرابعة اما نقل ولا في الطاقة الاول على خاطر ما فماش اسانسور. شوف بابا اول بيرو يعرضك على يدك اليسار تفضل. شو بس فوشيك وليد تحرم استنى بابا انا جيتك حتى نوصلك. هاي تفضل تفضل انا طلع بطبيعتي. يعيشك بارك الله فيك. اسبوعي ياخذ خاطرك. ايش تعمل؟ صباح الخير عم صادق. صباح الخير ولدي. عقب بالبيرو استنى لبس. يعيشك بارك الله فيك. عم صادق يا اخي فرغت البيوت. انا بيوت اخي في بالكش؟ لا ما في باليش. ايش اقول لك سي عبد الفتاح مش هكا؟ نعم يلا تفضل. شو فما لباس؟ لباس لباس. دكتور الباسيون سل الله يبارك امشي. عسلامة سعد فتاح. يسلمك. مرحبا بيك. بيك عايش. اما جاب ربي الكابيني نتاعك ما عادش في الطاقة الرابعة ولا راني مازلت نددش في الدوزيام. شعرة ولا بطلت الفيزيت؟ شو شو؟ اما الطاقة الرابعة سيدي. واحد من الجيران وصل لي لهوني وقال لي أنت كنت في الطاقة الرابعة حالاً وبلاش أسانسور. شو؟ أنا؟ شكون هو اللي واحد من الجيران هذا؟ مزيكو. ها هو. هذا هو. هو شو؟ شو أنت أسبوعي؟ من وقت الكابيني نتاعي أنا في الطاقة الرابعة. صار هو جاي لك أنت ما في بالي سيدي خويا. أبا ما في بالكش اللي هو جاي لي أنا. تري تري بيان. ها أنا منوريك. تفضل سعد فتاح تفضل. شنو هذا؟ شنو اللي معلقون؟ خطيري مش أنا. ماكش أنت؟ حتى نكمل الكونسلتاسيون تنوريك أنت ولا ماكش أنت؟ اسبوعي ما تقوليش انت اللي علقت الحوت على ظهر الراجل. يا بنت وصلت مريض. يا اخي بنت ايش بيه مره في العام بعد ما بدلكش. ايش بيك؟ صار يا اسمع اسبوعي هني نبه عليك اخر مره تبدلك معايا هكا فهمت؟ طيحت لي قلبي. شد مره خلص فاتوره التليفون هكا الشيك في الماسو. يعطيك الصحة أختي فضيلة. هاي تفضل. أوه ميرسي ما شيري ميرسي. أما أنت وليت تغيب برشا ماما راه. تي وينك هالأيامات الكل؟ إيش تحبني نعمل ها؟ ما بين لي كور نتاع البنتور والسبور والبيسين، مني ما عادش لاقية وقت لروحي. ما تقوليش ماكش باش تقعد تفطر معانا. جو سوي ديزولي بور سا ما شيري. عندي كور جوست بعد شوية. يا برا وقتاش باش تعمل عقلك وتفك علينا من هالعومان وهالدهينة وهالشيء. يا بنتي مش ده نقطي فضيلة. بنتور معناها فن تشكيلي. يا غلبة عش مقدم بنتك. واكس يا مي فضيلة ماما قاعدة نتعلم في التصوير. ونعمل اكواغيل زادة وشوية ديسان وباستيل اختي فضيلة. الوغ الله يحبس علينا العقل والدين. عسلامة زينوبة. مرحبا يا جميل. عسلامة لفضيلة اللدوجة. عسلامة عسلامة. مرحبا. ايا تفضل قد حدينا شوية. لا 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 ما نجمش نخاف لا جاني كليونت وما تلقانيش. ايا مبروك عاد مبروك 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 ان شاء الله خير. واه يا اخي اسبوعي ما قال لكم شيء. منك نسمعوا. ما قال لكم شيء على عزه. شبيها عزه لباسه ايا ملهات
بشارة عادي ايش ليه البشارة هيت هشنا على شنو وا اسبوعي قال عزة حبلة عزة حبلة حبلة ما في عليش وصفة بغي اذا كتلقاهم يحبوا يعملوا لك سيربريز اختي فزيلة يا غلبة الطفلة حبلة وتتوحم ومشيت حتى للطبيب زيدا هسه للطبيب جدك شو بجدي لو كان جيت نعرف انزغرت رك سمعتي من بكري يا للي انزغرتينا هيا بخاطركم باي باي شنو حيد والله الا ما نجبد له وضني حسب المعطيات الاولى عندك حاله خفيفه متاع احباط يا عبد الفتاح احباط ما خيبها كلمه تقول انت مجودره شويه اسمها على جسمها ديجا الواحد كي تقول له عندك احباط يزيد ديبريمي شوف شوف محلاها بالسوري دي بريم فيها بريم كلمة تنعوش وترد الروح وما تنساش زادة سي عبد الفتاح الدي نتاعها هذيك الأولانية هي وحدها تطيح الدمار في الركيب الدمار الدمار في الركيب عايش فيه ليل مع نهار يا دكتور تلقاو عليه خويا من شيرة ومرتي من شيرة وجيرة هدي روحك هدي روحك سي عبد الفتاح ما تنساش اللي انت دي بريمي خلينا نستأصلوا الدي ونطلعوك بريمي إن شاء الله ما أنا قلت لي عندك شوية قلق مع أخوك ها؟ خوي حاجة من وراء العقل مصيبة 30 سنة نعاني فيه هو كلف لي وكل يوم يزيد عقيدة ما ظهر لي كان يطلع كي المشترة اللي عندي عرفتوا خويا شكون عرفتوا؟ هذاك هذاك اللي شايعك البير ولهنا هذاك هذاك خويا أنا ظهر فيه نومرو شو نومرو؟ نومرو سكت أحمد ربي أنت جدك جلدية جاب شي طلعك للطاق الرابع أما أنا الدم طلع لي هابط لي كل يوم طلع هابط طلع هابط طلع هابط توا 30 سنة أنت زادة إيه أنا زادة ما أنا قلت لي عندك شوية قلق مع جيران شنو قلق يا دكتور النوم ما عاش نرقد أعصابي ديما متوترة تصور مثلا عندي جارتي حالة كونسيرفاتوار في النهار تقري في السرفاش وفي الليل تبرى فيها والفرقة بتاعها واش باش نحكي لك انا زاده ريتا سلطات بتاعي هذه ريتا تصورني انا قسمها مع عرافه 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 هي عرافه تقرا الفنجان وتقرا الكف وتضرب الخفيف وتعمل بالجنون والعبابث وتقرا الكارته انا بروفيسور سليمان الابيض بسيكوثيرابوت ها شريك مع عرافه ونوصل مو شريكتي نسيبتي اون بلوس نسيبتك هي لا حول ولا قوه الا بالله حسيلو كان يقوم فرويد من القبر نتاعه ويراني في هالحاله هذه الا ما يدورها جينيكولوجي هدي روحك يا دكتور هدي روحك اش مستعمل وضل عليا يظهر لي الديبريم اللي جيت بيها باش نروح بيه نانا نانا وينك عزة هكا توا روحت من المارشي هكا تعديت الفريب حلو بليتي شرو طن بعد وريكش شريت ايش ايش قاعد امي ميس ميسمكش باش تعبره اقعد امي مقعد لقيت حويجات نتاع وليدات صغارك اللي هكا صغيرين ما فنوا حويج بتاع صغار اش باش نعمل بيهم هكا تخبي على ناناتك تخبي عليك شنو اللي خبيتو عليك حبلة ما تقليش حبلة شكون اللي قال لك في بالي بيكم يسيسي برك في بالي بيكم تحبوا تطلعوا الخبر انا راني محسوبه امك راه نانا شبيك لاباس ما لاباس ومن اللي قال لي اسبوعي اللي تي حبله وليت فوق من لاباس اسبوعي قال لك اللي انا حبله اي ومشيت للطبيب وبلا مارا قال لك المشي باهيلك وباش تجيب بنيه وباش تسمي على اسمي شنو الحكايه هذه نانا يظهر لي اسبوعي بل شنو هبل ما تقوليش فماش منها الحكايه ما فماش منها بالكل زيد دق زيد دق سي صادق يا مرحبا هالخطا السعيد ها ملبس بابا هكا يا جنات حتى كي تعمل مزيه تمرج عليها مزيه امام مزيه سي صادق أمان أمان مش عندي بعثت لنا وقلت لنا لموت بشكم باش يجيوا الدهانة يبيزونا ديارنا دوينهم شو بيهم التوا مشاوش أنا قلت لكم مش نبيض لكم دياركم إنعم يلا قلت يعجبكش
مطلوبه فيكم انا العين باش يتني تن الروح توا انكلت راهو عيب عيب اللي تعمل فيه ناس يا الصادق يخش بيك خلفت ولا شنية شنية الحكاية اللي جايني بها إلا قلت لكم شو مبيذلكم ديالكم لا أسبوعي أسبوعي إيه نعم أسبوعي بالعمارة قال لي بشي بدأوا بالبرتمان بتاعي قال لي شنو أنا أكبر كعرير ساكن في العمارة هذه وأسبوعي شو مدخلوا كيفاش شو مدخلوا يا أخي مش هو نسيت بينا جلاتة يا شوبي واه يا أخي شبيه الراجل جيت شبابة حربتها وفصعتها علي بصعدة كنت خلص بفاتورة التليفون وفصلية سربت خيمة بصدى فريق عمي صار حكي لي يا بابا شي ما صار ما نحكيوش عن الحوتة اللي علقتها لي برا نقوله ذيك ترجع في فاستك أما عزة هاي كتبكي وتغرد خطك جناتي تستنى فيك بسبركة والباجي مش يفطر وراجع لك متحزم الجيران باش يمشمشوه وخوك سليمان ما قال عد الحد اسبوعي ننصحك ما توريش وجهك خير وبرا ربي معاك يا اختي جنات استنى يجي تونا سمعوا الحكاية شنية سامحني يا فضيلة الشي ما عادش يسكت عليها راه واه الطفلة خليها تغفص في دموعها وسيد مهيج عليها الكري شعملنا له واه كانوا تفادليك راهو ماسط 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 جيت سي شبابة خليتها وجليتها وجيت تفرج عملت جوزتو ما علاش عزوزتي عزوزتك وتكذب عليا يا اخي من وقتاش حبلت انا حتى لين تمشي تحكي نانا تقول لها هزيتها للطبيب وحبله نفضلك اليوم 1 ابريل حبيت نعمل بوسط ابريل قد الجنات شنية هذه خليقه ولا صنيعه تي كذبه اتفادليكا ماستا مره في العام يعملوها في شهر ابريل تفادليكا ليه سامحني هذا ما يتسماش تفادليك واللي عملته مع الكري يتسمى تفادليك زادة تتكلم يا فضيلة تتكلم تشبيك ساكتة يعجبك الشي هذا يا وخيتي خليتولي الوقت باش نتكلم انتوما أمي فضيلة بجه ربي سامحنا وانت زادة أختي زينب أما راهو المرة هذه أسبوعي كثر على ما وصوه راهو هيا نانا هيا زيد ماهوش باش يفهمك هيا وانت لا تجي للاستوديو ولا نحبك تدور بيا ولا نحبك تكلمني عزوزتي وعزوزتي زادة ما عادش نحب نسمعها عزوزتي قل لي شو نعمل معاك بجاه ربي شو نعمل معاك نربطك في البير ونسلسلك نقص لك لسانك مش معاش تقول اللي جي تعال شو عمل لي امي اش عمل زادة يهرب عليا في المرضى ويقعد فيهم بالغلط ويعلق لهم في الحوض في ذوراته يجيش البالك حتى من الباجي مسكين ما سلمش منه خسره يجي في 50 دينار هذا الكل عملته اليوم حبيت بفضلك امي بوسون دافريل تسمع فيه قال لك بوسون دافريل نسمع يا سيدي نسمع واللي فاتك اغرب زاد مشايل خالتك جنات كذب عليها وقال لها راهي عزه حبله حتى وليت امي فضيله مسكينه تزغرت معناتها ختمتها سي اسبوعي ها ختمتها اسمع وجهك ما عادش تحب الراحه في البيرو داكوردو كي نبدا انا في بلاصه ما عادش دور بيها خليختك ما عادش تحب الراحه أمي يزي ديما ظالم ولا مظلوم أنا معاك أما المرة هذه كفرت على ما وصاوك يزيني خليتني ضحكة بين العباد أمي ماني قلت لك عبيت بفضلك شنو الفلكة تفضلك تصغير روحك صغيرة راك محرس بمرتك حتى ما سلم منك أنا مغش عليك برشا يزي يا أمي من وحدك ما حدش عاود صنعتي الكلمة هذه عبيت منها قفيز يزيني ما عادش ولدي يا مرحبا يا مرحبا ها بابا كليت على راسك ايش عاد عملت لهم انا باش كله بركيو فيا العيد بدي بكيكر حكايه تبدا هكا اذا عمل اسبوعي تولي هكا انت زاد اسبوعي الحق كثرت لها راهو كثرت لها ولا ما كثرت ليش كيف اما اللي بيملبسين ديما اسبوعي اسمع ما يعرفوش قيمتي راهو انا باش خليها نبوسها وعريضه ونهش منه البراس نعم وين باش تهج عرض ربي
وتواريد. بربي اسبوعي تفكرني في جويب ولا في كارت بوستال. وجهكم ما كنت تصدقني نعملها والله نعملها. يزي مركيك متاعك قالوا نعملها. شوف اسبوعي كنت تحب يا اخويا اقعد بحذايا حتى تبرد الحكايه شوي. باي على خاطرك ما عرفش شرط راه ما تقولهمش اللي انا بعزيك نحبهم يتعايروا عليا هكاك وجوهم يطلبوا مني السماح. باهي يا اخويا اما راني مش خليك وحدك انا مش تعدى المجيره متاعي فضيله نزل نعمل بها دوره في اللاك. باي باي ما تبتعش. نعم سبت عشيه وتحبني نروح بكري الويه من مغضوب عليا كيفك انا ولا الداده متاع سيادتك؟ مش على حاجه اما كنجوعش باش نعمل ما نعبش نخرج باش يشوفني حد. باهي يا اخويا هكا عندي حكه متاع بسيسه مكفنا في وسط الخزانه كنجوعت اعمل منهم غيرفتي وانا يا اخويا كيقدر عليه ربي تو كي نرجع نجيب لك في يدي كاسكروت. صحه الاسبوع. يعطيك الصحه. اما هي لا ياسر تسردين هذي مازال عندك منها شويه؟ وين هاي فارغه قدامك. انت ما تعرفش ان احنا اكبر شركه تستورد ورق في مصر؟ فعلا؟ لا بجد؟ بابا نعم بربي شنو هي لاغورافوبي؟ لاغورافوبي اي عندك الفوبي هي الخوف ولاغورا هي الساحه العموميه عند الاغريق. دونك لاغورافوبي الكلها هي الخوف من الفول بصفه عامه. عندهم الحق حتى هو يعمل قاس. لا يا امي لا الفول هذه كلمه بالفرنساويه معناتها كي يبداو الناس محظبين مثلا. ها وانا مثلا 100% عندي لاغورافوبي اما اش تحبني نعمل ان شاء الله يا ربي تتنحى لي كي نسكن وحدي في داري جديده. يا اخي ما تقولوليش وينو طونطون مصباح ما ريتوش. شنو يا امي اشنية هالتنهيده هذه ما تقوليش على خاطر اسبوعي. مال على شكون نادم على الكلام اللي قلته له نعرفه حساس فاحنا فيه الكلنا فم خرج بدموعه في عينيه ربي يستر لا يعمل في روحه سب. ربي يزي يا امي فضيله اش تحبوا يعمل في روحه ترى وقال لك الحق انت راك مدلت اكثر من لازم. اسبوعي حل انا وين سي بوتشيك راني مت بالجوع بالقلق. يا ذاك حد ايش تحبني نعمل لك شدها وعشيك. شنو زي بوشيك؟ يا اخي فطور سردينة وعشية طن. بربي زيد تدلل بابا، حتى نعمل تقريته ونلبس طبلية ونقوم نصنف لك. ما ثم كان سردينة وطن. نورمال، ما هو اليوم نهار البواسون دافريل. اسبوعي، ما جا حد؟ شكون؟ أنا عزة. شنو؟ بوشيك وين مخبى وين؟ عزة لباسة؟ مانيش لباس، شفتش اسبوعي؟ لا مريتوش. ما جيش بحذك بالكل؟ من الصباح مريتوش. شنو عزة؟ ماكش مصدقتني يا اختي؟ تفضل، وادخل شوف. لا مش لازم، هاي تصبح على خير. تصبح على خير. عرفت وعرفت باش تبصر زوجي تسال عليا وحي هاك اخويا جات سالت عليك وانت غلبت اش تحب اخ يبرخلت عليها عاد يزينا من السينما بتاعك. لا 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 بوتشيكا مازال بكري نحب الجماعه الاخرين زاد يتفاجئوا عليا على قاعده وخاصه هكا سيدي خويا نحب يجي يطلب مني السماح ويلعب عليا. ام يامي صباح الخير. صباح الخير. ها عزة ظهرش؟ لا تعديت توا الفوشيكا قال لي ما شفتوش من الصباح. زعما وين مشايب؟ والله ما نعرف. قولوا لي اش بيكم توشوشوا غادي؟ ان شاء الله خير. ما تقولوليش اسبوع يعمل عمله جديده تنضاف له في السي في المحمم نتاعو. خوك خرج من القايله ولتوا لا روح كنش التسعه تعديت. يا امي بجاه ربي وين تحبوا يمشي هذاك؟
تلقاه يا اما يشكب بحذا فوشيكا والا رامي في القهوه والا في المركز. مركز؟ اي في المركز تلقاه شاكي به واحد ضحيه من ضحايا البواسون دافريل نتاعو. شنو هالفيل يا سليمان؟ بسم الله على ولدي. ما تخافش هذاك واخذ في خاطره من اتوا يرجع. هاني ماشيه بحذا نانا ونسها شويه ونسيها في نهار اليوم. كان جاي هنيني عايش بنتي. بيه يا امي فضيله ربي فضلك ولا لا يحرمني منك. ايت صباح على خير. صباح على خير. صباح على خير وعافيه. سلومه ربي قل لي ما تظهر لك شي حزه هكا وفيها بتخو مع امك؟ اش معناها يالا؟ ما نعرفش انا تظهر لي ياسر هكا كيفاش يقولوها؟ فهمتك تقصد ياسر تاخو بالخاطر؟ بدلي ياسر تقفف. بالله بالله هكا ناخذ بالخاطر عندك تقفيف؟ حتى انا زيت مع شكون نحكي ناسي اللي راجلي مزيت عنده عقده اوديب وعندي زاده حجره سيزيف اللي معرس بها. هيا كرسي اسبوعي ما عاد عندي ماكله فرغت يا ولدي نحكي لك على الكارت انا اما فوجيك عمل دوره تلقى لي شي حاجه من اكلها نحس روحي باش ندوخ بالشر. نعم كسكروتك واش ترى كسكروتك كليتهم حكت البسيسه صفيتها صفين بقوا بسكويت بيت عنده جمعتين كليتو اش ما زلت تحب خويا كمل كل سقين الفرش ولا راسي. اما فوجيك ماني خوك يا ولدي. لا خوك لا ابن عمك تقيني من حكايتك عاد. فوجيك شكون كنت تمشي لدار سيدي خويا كي تدبرنا حاجه ناكلوها؟ نعم شبيني بابا نمشي لدار سيدي خوك نص الليل انا مهبول انت ولا شبيك؟ فوجيك قول لهم اللي كنت تشوف امي تشاي خيرك هكا وفرد مره سقسيني شوفوا مفجوعين عليا برشا ولا لا؟ لا بابا لا يعني لا. اما فوجيك فوجيك خير شكون عندي بخلافك؟ منك يا اسبوعي راني شممها ليله مسكحه انا. مسيك خويا سليمان. شتم زاد مو لاباس؟ سامحني نعرف اللي نص الليل فات اما فوشيكا اش فما قولوا لي. لا لاباس ما تفجعش امي فضيله. النقاش عندكم حويجه تتاكل ما نعرفش علاش الليله جعت. حويجه تتاكل؟ قول لي تطلعش زاد مخبي ديناصور عندك دارلك على الملمه واللي ثم؟ ديناصور؟ هما ديناصور خويا سليمان. ما تقوليش اسبوعي مخبي عندك. يا قر خلي تجيك خفيفه. وش بكل تتكلم هكا؟ ما من كثر ما سيادتك وحلتلك الشوكه في جراجمي حتى ليش تتبدلت؟ اش قلت فوشيكا؟ بصراحه اخوي سليمان اي الحمد لله على وليدي. اسبوعي قال لازمكم تتحايروا عليا باش تعرفوا قيمتي. سي نعرفوا قيمته. المشكله انه هو ما يعرفش قدره. تيب ربي توا فك علينا من هالحكايه. ألعن الشيطان وقل له خلي روح لداره مرته راي باش تموت عليه بالفجعة. يرحمك له فين يا زينوب. شنو زينب وليت تفسكي على عزة حتى انت زادة دورتها أم بترو؟ أيا خلنا بتنعيط له. أي جل هنا استنى قبل ما تمشي تعدى تو العزة كلها تجيب أحذانها وانت يا أمي برا قيم البنات وكانك على أسبوعي إيجا قولك إيش تقول له إيجا. أنا ماكلة يا راجل. الدنيا تقلبت على خاطرك أسبوعي. لو كنت تشوف الحالة اللي فيها جماعة يا ولدي تحشم حتى باش تطلب قد ما خبز. شنو احكي لي متحيرين عليك حيرة كبيرة. تعرف الدنيا قلبوها بالتليفونات لا خلاوي سبيترات لا مراكز شرطة تعرف القهاوي والرستورونات شافوهم وهم متحيرين عليك مساكن حتى من خدك جنات تهبط فيها وعيها. هكا يعرفوا قيمتي. قولي وذاك أخويا هذاك شعامل مسكين مفجوع وجهه اصفر ملخلخ مفجوع عليك وهو يداد يمشي ويجي يقول اللطف لو كان تصير له حاجه ما نسمحش روحي. قلت لك كان ما جبوش السياره ما عشت في اسبوعي
وتوا يا ربي شوف التكتيك الجاي. مش مازال فيهم التكتيك يا صبوحي، انا من رايك هوا يزيهم، خمم على قلب ميمتك ومريتك، يا ولدي راك مش تقضي عليهم. زعما بوجيكا بيبي هاني هاني ماشي على خير، انت صعب ولا لوح. بوجيكا شعر اللي نسيت، بربي عود هوي شويه للاستوديو بتاعك. نعم اخرج انت تو تهوى وحده. اهلا اسبوع ماني سوف توماس سفن اوه سفن يا طنطون تشوسكو تمان عليه هكا يا هكا مرتك وش تفيق بيه زعما انا يظهر لي خو بشي منعك خو خو هذاك اللي قالوا وجهك ما عادش يحب الراح عزوزي يا اخي بعدك ما تقول لي تيب عدا ما طنطو بربي اوه طنطو بعد ما خدنيش تبع الفيلم شد جميعكم يا اخي شد جميعكم اكم شيء بايا تيب عدا ما طنطو بربي انا مشيت اني ماشي رو اني ماشي شوف لي حل 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 شوف لي حل